وعود ترنيمي وعود للرب المعبود برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود ترنيمي وعود لإلهي الجود بطلب ملك المسيح على حياتي سود من فيض القلب عرفان وحب ترنيمي جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي ورنم لإلهي ما دمت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج ترنيمي وعود. ترنيمة اليوم اسمها اصحي قومي وشدي حالك جاي نهارك بعد ليلك. رب بعد كلمات هالترنيمة لما كنت بتابع الأحداث اللي بتصير في الفترة الأخيرة في للكنيسة القبطية بمصر اللي تعرضت لإضطهادات أو تحديات ممكن نسميها هالتحديات اللي ماشية مع الإيمان أو الكنائس المسيحية منذ بدئتها ويمكن هي سبب قوة كنيستنا للإضطهادات والتحديات اللي بتصير اللي بتخلق فعلا أبطال في الإيمان. وبشجع الكنيسة بقولها اصحي قومي وشدي حالك جاي نهارك بعد ليلك. الكنيسة بشجعها يعني بشجعك وبشجعك بشجع نفسي لأنه إحنا الكنيسة. اتشجع اليوم لو في اضطهاد على كنيستك أو اضطهاد عليك أنت لأنك أنت الكنيسة. في اسم يسوع اليوم انتهر أي شيء بيبعدك عن أنك تنمو في المسيح وتحب محبة المسيح حتى لأعدائك وتكون صورة حية حقيقية للمسيح اللي منعبده ونكون فعلا نشهد عنه مش بس كلاما وفعلا ومحبة. وكلمات الترنيمة بتقول اصحي قومي وشدي حيلك جاي نهارك بعد ليلك سبحي ربك إلهك سر فرحة تهليلك يا كنيسة قومي وشدي حيلك ده العريس قرب يجيلك مجدي فادي حياتك ومجده يظهر في صفاتك كلمة وصخرة ثباتك وحكمة ترشد سبيلك يا كنيسة قومي قومي وشد حالك جاي نهارك بعد ليلك عيشي بهجة أغنيكي فرح الرب قوة ليكي طول سنينك كان رعيكي وياما ياما ياما بارك في قليلك يا كنيسة قومي وشد حالك جاي نهارك بعد ليلك حتى لو حرقوا المباني وفي اضطهاد شعبك يعاني كله باطل وكله فاني والنصيب الصالح باقيلك يا كنيسة قومي وشدي حيلك جاي نهارك بعد ليلك مهما اشتدت الحرب عليكي صخر الدهور بيحميكي طول سنينك كان رعيكي ويا مبارك في قليلك يا كنيسة قومي وشدي حيلك جاي نهارك بعد ليلك استنيري 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 انهضي وبعز سيري شمس تانية راح تصيري نور الكون بإنجيلك يا كنيسة قومي قومي وشدي حيلك جاي نهارك بعد ليلك. تعالوا نسعى للترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود Thank you.
وشد حيلك جاي نهارك بعد ليلك سبحي ربك إلهك سر فرحة تهاليلك يا كنيسة قومي وشد حيلك ده العريس قرب يجيلك اصحي قومي وشد حيلك جاي نهارك بعد ليلك سبحي ربك إلهك سر فرحة تهليلك يا كنيسة قومي وشد حيلك ده العريس قرب يجيلك مجدي فادي حياتك ومجده يظهر في صفاتك مجدي فادي حياتك مجده يظهر في صفاتك كلمة وصخرة ثباتك حكمته ترشد سبيلك يا كنيسة قومي وشد حيلك ده العريس قرب يجيلك عيشي بهجة أغانيكي فرح الرب قوة ليكي عيشي بهجة أغانيكي فرح الرب قوة ليكي طول سنينك كان رعيكي ويا ما بارك في قليلك يا كنيسة قومي وشد حيلك ده العريس قرب يجيلك اصحي اصحي قومي وشد حيلك جاي نهارك بعد ليلك سبحي ربك إلهك سر فرحة تهليلك يا كنيسة قومي قومي وشد حيلك ده العريس قرب يجيلك وحتى لو حرقوا المباني وفي اضطهاد شعبك يعاني حتى لو حرقوا المباني وفي اضطهاد شعبك يعاني كله باطل كله فاني والنصيب الصالح بقيلك يا كنيسة قومي شدي حيلك ده العريس قرب يجيلك مهما اشتدت الحرب عليكي صخر الدور بيحميكي مهما اشتدت الحرب عليكي صخر الدور بيحميكي يجي سهرانة يلاقيكي مالية بالزيت أناديلك يا كنيسة قومي وشد حيلك ده العريس قرب يجيلك
استنيري استنيري انهضي وبعز سيري استنيري استنيري انهضي وبعز سيري شمس تانية راح تصيري نور الكون بإنجيلك يا كنيسة قومي وشدي حيلك ده العريس قرب يجيلك اصحي قومي وشدي حيلك جاي نهارك بعد ليلك سبحي ربك إلهي سر فرحك تهليلك يا كنيسة قومي وشدي حيلك ده العريس قرب يجيلك اصحي قومي. زي ما لاحظتوا مقام اللي انكتبت عليه الترنيمي هو البياتي، بياتي على درجة الري أو الدي، نبتدي من درجة الدي، دي إي نص بمول، أف جي أي بي نص بمول سي دي، وفي الرجوع بتصير نص بمول بمول عادي أو فلات. المقام كمان مرة ولوجود ربع تون أو سيكا بالدرجة الثانية من المقام بيعطي صوت مميز للمقام لما ودائما القفلة في المقام هي اللي بتحدد او القفلة في السكيل اللي عم تلتعب او النوتات الموسيقية هي اللي بتحدد اسم المقام. فلما انا برجع بالرجوع باي سكيل معينة تقول لي بياتي على طول درجة ثانية ربع، لو فرقت وكانت نص بصير مقام تاني، بصير مقام الكرد. لكن البياتي وبودعكم مع تقسيمي على نفس هالمقام بياتي على درجة الري، بصلي الرب معكم ويدوم فيكم وتكونوا انتو القوة في كنيستكم، انتو الكنيسة اصلا قوها بصلواتكم وباتحادنا مع بعض ومحبتنا لبعض. يا رب ساعدنا نعيش هالمفاهيم وتكون دائما كنيستنا وحياتنا الروحية دائما في الارتفاع. سلام المسيح يكون معكم ويدوم فيكم. ترنيمة وعود.